حبيبي أبوي بعد عمري أمس نقص لي أبلغ أداة وكذي، بس في فقرة أنا ما حبيتها، إن أرد لجدور معاي البيت. طبعا طول الدار الجدور إلى الحين مشكلة ما نزلته، نسيت. لا تسمعون الصوت قاعد ينرفزني، يعني ودي أقلب السيارة شوي. بروحهم ورا ما عادي قال لف عادية. لا الحين إذا لفيت راح أسمعكم شيء مو طبيعي الصوت. وع يا جماعة في ناس بالشارع تغث قليلة أدب بطريقة مو طبيعية. يعني أنا ما أدري ليش هالحركات، يعني عادي وخري طوفي أي شيء، بس ليش التف والسب وحركات بالإيد ويلا وشو صاير؟ عادي لو سمحت، عادي ديت عادي اخترعوا الهرن علشان السوالف، أما حركات إنه يلا وشي مو حلو ترى، عيب. ليش صاير عادي؟ يا المزاج الصعب صاير عليك، ليش معصب عادي؟ والله استغرب من هالناس، يعني اللي معصبين تطلع بنية وتسوي هالحركات. تدرون ايش كثر اتنرفزته وصاير وياي هالموقف؟ عادي قولي لي وخري بوخر، لا تسبين، لا تسوين حركات بيدك، شكلك ما كان حلو، لو كلاس وايد. بعدين يعني انت طالعة بالشارع ومو بس انا اللي شفتك، وايد ناس شافوك، ليش سويتي كذي؟ ما ادري. يعني عرفته واللي قلت أدبها وايد وحركات بإيدها وما إيش دعوة بواخر عادي. فبس حبايبي حبيت أنتقد الموضوع لأنه وايد نرفزني، وأنا حقرتها طبعا ما رديت عليها، بس يعني لحد يسويها.